الأهم من إن يكون في عندك موهبة أو عندك موهبة هو إنك تمتلك حاجتين مع الموهبة. رقم واحد الاجتهاد، إن الشخص يجتهد وإن هو يستمر في الاجتهاد مع وجود الموهبة. تاني حاجة وجود الإصرار، إن الشخص يكون عنده إرادة إن هو يجتهد ويكون عنده إرادة إن هو يكمل، لأن للأسف الشديد أغلب الناس، قلت قبل كده في فيديو ان في ناس كتير ممكن يبقى عندها موهبة وموهبة كبيرة جدا جدا وربنا ميزها بحاجات جميلة جدا، موهبة مثلا في مجال كتابة، موهبة في مجال الرسم، موهبة في اي مجال وبيكون متميز فيه، حد مثلا شاطر في كرة القدم، مثلا لاعب شاطر. مثلا هقول لكم زي قصة كده، كان في لاعب مشهور جدا جدا وحد ربنا عطاله موهبة مميزة، كنت شفت له فيديو قبل كده، وكان حد ما شاء الله متميز جدا جدا في مجاله وعنده موهبة كبيرة جدا في كرة القدم. بعد كده عرفت ان هو اعتزل من هو مثلا عنده 28 سنة. هي دي المشكلة اللي بيقع فيها ناس كتير، وبرغم ان هو بيمتلك موهبة جميلة جدا، للأسف في بعض الناس بتبقى ما عندهاش الإصرار ويبقاش عندها الاجتهاد. يعني فكرة التلات حاجات دول لو اتجمعوا في شخص واحد، الموهبة والاجتهاد والإصرار، ده يعني هو دي المعادلة بتاعت النجاح، هي دي فكرة النجاح، وده اللي بيوصل لأول طريق النجاح. ليه؟ لأن أغلب الناس للأسف الشديد بتقع في خطأ إن هي ما بتكملش، بتيجي في نص الطريق خلاص أنا تعبت مش هكمل. فهي دي، ده اللي بيفرق الإنسان الناجح والإنسان الكسول. بلاش نقول الفاشل، لأن أنا قبل كده قلت إن الفشل عامل كبير أو جزء كبير من النجاح، لأن الفشل معناه إن الإنسان بيحاول، معناه إن الإنسان بيجرب، معناه إن هو عمل. إنما الإنسان الكسول بيبقى أصلا مش عايز، يعني ما عندوش إرادة إن هو يكمل، أو ما عندوش إرادة مثلا إن هو يخوض تجربة، أو ما عندوش إرادة أصلا إن هو يطلع من دايرة الأمان بتاعته. فمهم قوي إن احنا نعرف العوامل الأساسية اللي هتساعد جدا جدا في إننا كلنا نوصل لطريق النجاح. طالما بتمتلك موهبة أو عندك موهبة، لازم تمتلك الحاجتين دول مع الموهبة وتستمري. فكرة الإصرار مع الاجتهاد مع الموهبة، الثلاث حاجات دول هي دي المعادلة بتاعة النجاح. بس ده كان الفيديو، يا رب أكون قدرت أفيدكم. نورتوني جدا وبحبكم جدا. باي باي.